السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول اللون، مرحبا بكم متتبعي الكرام في الفيديو تاع اليوم إن شاء الله. معايا البغرير، طلبتوها مني في التعليقات الخاصة بالفيديو اللي عملته واللي شفتوه معايا، الفيديو الخاص بالروتين اليومي ليوم الجمعة. يعني كان طلب كثير على وصفة تاع البغرير والوصفة تاع الكوكيز. الكوكيز راني عملته لكم، وكاين بعض الأخوات اللي جربوه ونجحوا فيه، والحمد لله يا رب، نقول لكم بصحتكم. واليوم راح تشوفوا معايا بالتفصيل الوصفة الخاصة بالبغرير. هذا البغرير راح يكون يعني مختلف، يكون فيه الجديد إن شاء الله. إذا بالنسبة للمقادير، عندي 3 كيسان تاع السميد رطب. الجديد في البغرير راح نحضره بالحليب، راح نعمل فيه كاسة الحليب دائما بنفس الكاس. عندي كميه من الماء، راح نعطيكم فيما بعد الكميه المحدده اللي راح نعملها في هذه الوصفه. عندي ملعقه كبيره تاع السكر، الخبز الفوريه، عندي ربع كاس من الفارينه، دائما كما قلت لكم كيلو بنفس الكاس، عندي نصف ملعقه صغيره تاع الملح، عندي كيس خميره كيميائيه تاع 10 غرامات، وعندي كذلك حبه بيض اللي تعطيني لون شباب للبغرير خاصه من الجهه السفليه، وراح تخلي البغرير خفيف. الاخوات اللي يقول لك تجي ريحه البيض، صدقوني ما تجيش فيه ريحه البيض. واللي يحبوا مثلا نقولوا يتفاداو كامل هذيك الريحه تاع البيض، تقدروا تحطوا شويه تاع لافاني. نبداو بسم الله على ابتداء في طريقه التحضير. اذا عندي خميره الخبز هنايا، راح نخمرها اولا. راح نحط عليها حوالي هكذا ملعقه صغيره تكون مملوءه، ونضيف عليها كميه من الماء، نخليها هكذا لو طون لي نبدا نحضر في هذا البغرير. نبداو بسم الله على بركة الله في طريقة التحضير. هذا البغرير هذا راح نحضره في البلاندر. اللي ما عندهاش بلاندر تقدر تحضره بالميكسور، بلو بغا ميكسور. واللي ما عندهاش ميكسور ممكن تحضره كذلك حتى بالفوي اليدوي. اذا اولا نسبق هذاك الكاس الحليب، هو الاول راح نحطو باش يسهل عليا الخلط. راح نضيف سميد، 3 كيسان تاع سميد، سميد لا سومو الاكسترا فين. نضيف هذاك ربع كاس تاع لافارين، الطحين الابيض، نزيد هذاك السكر المتبقي اللي بقى لي، ملعقه كبيره تاع السكر، ونضيف كذلك الخميره هنايا، ونضيف الان الماء. راح نزيد حوالي زوج كيسان تاع الماء، ونشوف يعني استعمل كاس الحليب وزوج كيسان تاع الماء. نخلط اولا هاد المقادير، اما البيض والملح والخميرة راح نضيفهم بعد ما نخلط هاد المكونات. اذا نبدا بسم الله. بعد ما خلطتهم شوية راح نضيف الآن الملح مع حبة بيض وكيس خميرة كيميائية، نعاود نزيد نخلط. اذا خلاص هنا راني خلطته، هذا هو القوام تاع البغرير. راح نخليه يخمر لحوالي ربع ساعه الى 20 دقيقه، طبعا مده تاع الاختمار راح تكون على حسب درجه حراره الغرفه. المهم تبداو تشوفوا انه بدا يتضاعف في الحجم باش تبداو تطيبوه. ثم بعد ما يخمر نخلطوا شويه بالغراف مليح، نعاود نخلط هذاك البغرير مليح مليح، راح تشوفوا انه دار الغاوي. ونبدا نطيب فيه عادي في مقلات ولا كريبيير. اللي عندها طاجين تاع الطين راح يكون احسن، راح يجيكم مليح. ونطيبوا البغرير ديالنا عادي كيما نطيبوا اي بغرير هكذا. تحبوا يا اما تفدوا بالغراف يا اما تفرغوا بهذاك الميكسور. في الفيديو اللي عملته معاكم من قبل تاع البغرير، الحبه اللي طيب ندهنها بشويه تاع الزبده ولا شويه تاع لا مارغارين، ونحط هادي على هادي وما راحش يلصق، ونكمل بنفس الطريقه حتى نكمل كل الكميه اللي عندي.
البغرير ديالي في شكله النهائي ها هو هنا امام، كما راكم تشوفوا النتيجه اللي تحصلت عليها. صدقوني يجي بزاف خفيف، كما راكم تشوفوا راه يترعد وحده وحده. هذيك البيضه اللي عملتها تخليها خفيف، وكما قلت لكم تعطيني لون بزاف شباب. النصيحه اللي نمدها للاخوات يعني مهمه جدا في نجاح البغرير، هو انهم شتا يعني يديروها بزاف الاخوات، انهم كل ما يجوا يطيبوا البغرير يمسحوا هذيك المقله بشويه تاع الزيت ولا شويه تاع الزبده. ننصحكم انه تفادوا هذه الخطوه، لانها الماده الدهنيه هذيك ما تخليش البغرير ينتقب. فمن الاحسن يعني في الاول كامل الا خفتوا يلصق لكم تمسحوها خطره واحده في الاول، ومن بعد خلاص. خاصه اذا كانت مقلات يعني غير لاصقه ما تمسحوش كامل المقله ديالكم. ومن بين اسرار نجاح البغرير كذلك كما قلت لكم ما تمسحوش المقله ديالكم بماده دهنيه. ثانيا هو انكم لازم تخلطوه مليح كل مره كي تجوا ترفدوا بالغرف تاعكم وتحطوا في المقله ديالكم باش يطيب. ثالثا هو انكم ما تخليوش البغرير يخمر بزاف، يعني غير تشوفوا بدا يتضاعف الحجم تبداو طيبوا، لانه نتوما لو طون اللي تكونوا طيبوا فيه هو راهو يزيد يخمر. فاذا كان خليتوه خمر بزاف وانتم تزيدوا طيبوا باش يعني او ميم طون راه يخمر، فحتخرج له هذيك الخميره كذلك هنا ما راحش يكبر. لذلك حاولوا تفاداو هذه الخطوه. والخطوة المهمة كذلك في نجاح البغرير، يعني إضافة إلى كل واش قلت لكم النصائح اللي عطيتها لكم، هي أنه البغرير ما يطيبش على نار قليلة. البغرير يحب نار متوسطة إلى تكون مرتفعة نوعا ما، لأنه هذيك درجة الحرارة اللي تكون شوية قوية كذلك تخلي البغرير ينتقب بكل سهولة. إن شاء الله تاخذوا كل هذه النصائح هذه يعني اللي عطيتها لكم وتنجحوا فيه وتجربوا بهذه الطريقة بالحليب، راح يعطيني ذوق مميز في هذا البغرير. ان شاء الله تاخذوا كل النصائح وكل الخطوات اللي عطيتها لكم باش تنجحوا فيه. ان شاء الله تجربوها بهذه الطريقه بالحليب، لانه عنده ذوق مميز ويجي بزاف بنين. اشكركم على حسن المتابعه وطيب الاصغاء. نلتقي في فيديو اخر بحول الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في امان الله. نخليكم مع هذه اللقطات.